موجز ثالثة من قناتي الوطنية، أهلا بكم. اجتمع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملاوي محمد رقضاف زوال أمس بعدد من الصحفيين بهدف توضيح موقف الأغلبية من الحوار كونه يرأس وفد الأغلبية. وعند سؤاله عن الحوار أكد محمد رقضاف أن الأغلبية هي من دعت للحوار ولا مشكلة لديها في نقاش أي قضية، وأنهم ملتزمون بتطبيق القرارات التي سيتمخض عنها الحوار كما فعلت في السابق. شرعت ولاية نواكشوط الشمالية أمس في عملية حسم النزاعات بين المواطنين في مداخلات القطاع الأرضية، مؤكدة على اتخاذ مجموعة من التدابير للقضاء على المشاكل التي كانت تعرقل إجراءات أي حل. جاء ذلك على لسان الحاكم المساعد لمقاطعة تجونين الذي أكد على التزام السلطات بالمعايير المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط. نظم عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنين في مدينة واديبو والعاملين بنظام الجورنالية أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية بعد إرسالهم إلى شركات جديدة. وأكدت مصادر عمالية أن شركة سنين لم تطرح القضية على مناديب العمال، كما أنها رفضت منح العمال المعنيين كامل حقوقهم قبل تفعيل القرار، مؤكدين على أن سنين لم تكشف عن طبيعة هذه الشركات الجديدة، مستنكرين تجاهل إدارة الشركة لمطالب العمال وعدم التعاطي معها. أدى وفد برلماني موريتاني برئاسة النائب عن حزب الرفاه محمد ولفالي زيارة عمل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى خلالها مع حسين أمير عبد اللهين مساعد وزير خارجية إيران المختص في الشؤون الإفريقية والعربية. وبحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية للأنباء فإن هذه الزيارة تأتي ضمن أهداف فريق الصداقة البرلماني المشترك بين البلدين المتمثل في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مختلف الأصعدة. أعلنت شركة تازياز موريتانيا العاملة في مجال استخراج المعادن عن إطلاق برنامج للمقادرات الطوعية، وذلك ضمن إجراءات تتخذها الشركة لخفض التكاليف بعد تراجع أسعار الذهب عالميا. وأشارت الشركة في بيان وزعته أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط عملها الرامية إلى خفض تكاليف عمليتها بشكل معتبر، مؤكدة أن الخطة تشمل موظفي المؤهلين في منجم تازيازت ومكتب نواكشوط، حيث يمكنهم التسجيل فيه اعتبارا من 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر. افتتح أمس في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية معرض ميمبا بالمغرب 2015 الأول للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال. وتشارك موريتانيا في هذا المعرض بوفد يترأسه وزير التجهيز والنقل يسلكو الأحمد زيد بيه تلبية لدعوة من نظيره المغربي، وسيتمكن رواد المعرض من مشاهدة طائرات رجال الأعمال المعروضة. ويضم المعرض 50 شركة عاملة في مجال تصميم الطائرات الخاصة. نهاية الموجز، في أمان الله.